السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عمست غانم اللي نقف على عملية تدشين المستشفى الجامعي الجديد لمدينة عمست غانم، واللي يتسع ل 240 سرير قابلة لأن يعني تمتد إلى 280 سرير، واللي هذا الصرح استشفائي يعني الهام لمدينة عمست غانم ولولاية عمست غانم، يضاف إلى عدة مستشفيات في بلدية أخرى تاع تصفية الدم، وكذلك مستشفى الطب الجراحي وعدة عيادات تاع الوقائية في بلديات مختلفة. إذن منظومة كاملة. واليوم يعني التدشين هذا يعتبر يعني نوعي إضافة نوعية بعد 7 سنوات من التأخر في هذا المستشفى الجامعي، واللي يعني ابتداء من اليوم فالمستشفى القديم نتاع الذي يقع في وسط مدينة عمست غانم سوف يتم ترميمه وتجديده لينضاف إلى هذا المستشفى الجامعي الجديد، واللي يقع في منطقة الخروبة شرق مدينة عمست غانم. إذن هنيئا لسكان عمست غانم والولاية بصفة عامة بهذا الإنجاز الكبير، ونترككم تتابعون فيديو كامل مع زيارة وزير الصحة وعملية التدشين لهذا المنشأة الهامة. أترككم تتابعون، السلام عليكم. في معية السيد والي ولاية عمست غانم، واطلعنا فيها على التقدم الكبير الذي يعرفه القطب الصحي بولاية عمست غانم من مستشفى جامعي وهياكل جوارية ومستشفيات، مما يعبر بصورة واضحة عن الاهتمام البالغ التي توليه السلطات العمومية وعلى رأسها السيد والي. وبتدشيننا اليوم لهذا المركز الجامعي نطمئن خيرا على ولاية عمست غانم أن هذا القطب سيكون قطب للتكوين وللعلاج وللبحث، كما أن المجهودات التي بذلها السيد والي والسلطات المحلية فيما يخص تهيئة مختلف الهياكل الجوارية، وهي من بين سياسة الدولة التي نعتمد عليها في تقريب صحة الصحة من المواطن، مما يتركنا نطمئن على التطور الصحي والتنمية الصحية بهذه الولاية التي كان لها في وقت سابق الكثير من الصعوبات وعانت الكثير من النقائص في مجال التنمية الصحية، وها هنا اليوم نحضر لنرى أن هذا التطور قد تجسد ميدانياً.